رفع العقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد القوات الخاصة اسماعيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وذلك بمناسبة فوز فريق الحرس الملكي بلقب بطولة رويال رامبل للملاكمة، وذلك إثر فوزه على فريق مهندسي الجيش الملكي البريطاني 6-2 في البطولة التي أقيمت بتنظيم من الاتحاد البحريني للملاكمة. كما هنأ العقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوى دفاع البحرين، وأضاف سموه أن هذا الإنجاز هو انعكاس للدعم اللامحدود الذي يوليه جلالة الملك المعظم للرياضة البحرينية وجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الحركة الرياضية، واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومتابعة معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة لكافة الرياضيين من منتسبي قوى دفاع البحرين. وأشاد سموه بما أظهره الفريق من روح التحدي والمنافسة ليحقق إنجازا رياضيا يعكس المكانة المتقدمة لرياضة الملاكمة البحرينية والتطور الكبير للرياضات القتالية، مؤكدا سموه أن لعبة الملاكمة تعد واحدة من الألعاب الأولمبية القتالية الهامة التي تجتذب اهتمام الكثير من الجماهير، وأن تطوير أي رياضة يستدعي تنظيم مسابقات وبطولات تسهم في توفير أجواء تنافسية قوية لتخريج النخبة من اللاعبين، مشيرا سموه إلى أن بطولة رويال رامبل للملاكمة تعد واحدة من البطولات التي سيكون لها مردود إيجابي في الارتقاء برياضة الملاكمة، متمنيا لفريق الحرس الملكي البحريني المزيد من التقدم والنجاح.